السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي. سؤالنا الاول هل يصلح لمريض السكري؟ بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. إله طبعا اثر كبير في معالجه مقاومه الانسولين وتخفيض مستوى السكر في الدم ويساعد في الحفاظ على الوزن والتخسيس، يعني اللي بده يخس ياكل باذنجان بس بالطريقه اللي راح اقول له اياها ان شاء الله. يقلل ايضا من الدهون الثلاثيه الكوليسترول يحمي من تصلب الشرايين وبالتالي يحافظ على مستوى ضغط الدم ما بيرفعه على العكس بنزله وممتاز جدا للي عنده ارتفاع في ضغط الدم وبالتالي يعزز صحة القلب لما تكون الشرايين نظيفة وما فيها مشاكل صحة القلب إن شاء الله تتحسن وبيحمينا يساعد من الحماية في الحماية من النوبات القلبية وطبعا مساعد جدا للجهاز الهضمي ويعني بحل مشكلة الإمساك اللي بيأكل بذنجان بشكل مستمر ما راح يلاقي عنده مشكله الامساك ويقلل من خطر الاصابه بالسرطان هل له اضرار نعم اضرار كبيره جدا اذا استخدمناه بالطريقه الخطا وهذه هي الطريقه الخطا نقليه بالزيوت المهدرجه هاي مشكله ضيعنا كل فوائده هذا اولا وحطينا في جسمنا امور نحن في غنى عنها وراح ترفع لنا السكر وتجيب لنا الدهون الثلاثيه والسرطانات وكل الامور هاي الزيوت المهدرجه نبعد عنها وما نستخدم الباذنجان مقلي نهائيا هذا اهم شيء مع انه لذيذ جدا يعني انا كنت اكله كثير مقلي احبه كثير الباذنجان المقلي لكن بسبب لنا مشاكل مش بسبب الباذنجان بسبب الزيوت المهدرجه اللي بنقليها فيه فالافضل عدم قليه او نقليه بمعلقه معلقتين سمن على في المقلى اللي ما بتحتاج السمن وزيت كثير يعني تشويح على السريع وفي ناس بتحط عليه الدقيق قبل ما تقليه قال ايش قال يخفف شرب الزيت طب هاي ما مشكله خففنا شويه شرب الزيت وحطينا الدقيق الابيض هذا مشكله فما بلزمناش نبعد عنه مقلي هيك بصير ضرر واكثر اللي عنده حصوات كلى يخفف من اكله ما ياكلش منه كثير يعني اللي عنده حساسيه من اي نوع من اي شكل من الاشكال للباذنجان ما ياكل منه يعني اذا بتاكل وبصير عندك مثلا الشفاه حمراء مثلا الم في الاسنان الم في سقف الحلق حكة في الجلد تحسس هذا نبعد عنه فما نأكل منه ما بلزمنا وأيضا ندير بالنا لأنه الباذنجان العناكب هاي والدودة البيضة بتحبه كثير فبيستخدموا له مبيدات حشرية وبالتالي راح تنصاب الثمرة يعني راح يجيها المبيدات فيرجى غسلها كويس وما يعني نغسلها جيدا وما نأكلها هيك على السريع أفضل طريقة لتناول الباذنجان هو تناوله نيء نية إذا بدنا نتخلص من السمنة بسرعة وإذا بدنا نتخلص من الكوليسترول والدهون الثلاثية اللي موجودة في الجسم وكل هاي الأمور بسرعة ناكله نية عمي الله يمسيه بالخير ويطول عمره بيقول لي أنا كنت لما أجوع وأنا في المزرعة ما كلش غير البثنجان ني أقطع من الشجرة أكل طعمه لذيذ مغذي مشبع وبساعد على طرد الدهون من الجسم ممكن ناكله مقدوس احنا بنسميه مقدوس وما بعرف شو اسمه بالدول الاخرى هذا بيتنجان اعتقد مغلي وبعدين محشي بالمكسرات ومحشي بامور ثانيه وبعدين مكبوس بزيت الزيتون بنطلعه هذا وبناكل منه بيكون طعمه حامض ولذيذ جدا الباذنجان طبعا حبيبي يعني انا بحب كل اكلات الباذنجان بامكانك تعملي او تعمله او تعمليه بالفرن وطعمه طبعا برضه لذيذ جدا ممكن نعمله متبل ويا سلام لما نعمل متبل ونحط عليه شويه سمسم زياده نكثر الثوم الليمون شوية طحينة أو حتى شوية لبن رايب ونعمله ونأكله أنا بأكله بالمعلقة أو بغمسه بالخس ممتاز جدا جدا وطعمه رائع ممكن نعمله مفركة باذنجان شوية لحمة مفرومة مع الكثير من الباذنجان ونطبخه بكمية قليلة من السمن وننتظر عليه حتى يستوي ممكن نعمله برضه مشوي بالفرن محشي لحمه، المقتدر يجيب لحمه يحشي لحمه وخضار ويحطه بالفرن ويعمله بهي الشكل بهي الطريقه صينيه، ممتاز ورائع جدا ومفيد وطعمه لذيذ. او بنعمله بالطريقه المعروفه يعني زي ما نحشي الكوسه، لكن لا نحشي كل رز ونحط فيه رز ومش عارف ايش، لا، نكثر الخضار بشكل اكثر واذا بدنا نستخدم بديل الرز نستخدم البرغل هو افضل شيء كبديل وما نكثر منه يعني لو حطينا 50 غرام او 100 غرام من البرغل وخلطناهم بالخضار والامور الثانيه وحشيناه مع اللحمه كمان وممكن نحشيه كمان مع بلحم الدجاج ما في مشكله ممكن انا مرات بحشي كبده يعني بجيب الكبده بقطعها صغيره وبخلطها مع كل الخضار هاي وبحطها داخل الباذنجان او الكوسه وتطبخ ما فيها اي مشكله ولذيذه جدا ممكن برضه نعمل قوارب هاي قوارب الباذنجان بنشيل شويه من اللب بنحشي المواد اللي بدنا اياها المحسنات المكسرات اللي بدنا اياها براحتنا وبنحط عليه شويه جبنه وبنحطهم بالفرن لغايه ما يستووا وطبعا اللي بده يعرف شو الأجب افضل الجبن الاجبان موجوده في فيديو منتجات الحليب والسكري وعندي نصيحه اخواني واخواتي نصيحه لا تضيع صحتك او حل مشكلتك لسبب خمس دقائق او عشر دقائق او حتى ساعه او ساعتين ما بينفع اي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه او قناه اخرى شاهد الفيديو تعلم خذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك او مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحه اخرى احمي نفسك وابنائك وعائلتك وابدا الان ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكوره في معظم الفيديوهات اللي موجوده في القناه معظمها يعني بقول 90% منها موجوده هاي الممنوعات يا 90 يا 80% ولا تتناول الا طعام حقيقي واللي بيسالني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي اما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو اصلا مش طعام وضرره اكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي انت بتحضره او بتطبخه في بيتك وبتاكله انت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدوا السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري؟ متى ستبدأ بترك كل هذه المأكولات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفع هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حبذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي واللي بيزهقوا من صوتي أعطيتكم الخلاصة أما إذا حاب تعرف شو راح تستفيد وشو راح تتعلم في هذه القناة فتابع وشاهد وان شاء الله ستجد الاجابه اود ان اشكر جميع ابطالنا افراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا الى هذه القناه اشكركم من اعماق قلبي واشكر ايضا كل من سينضم ان شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح، فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الادويه او حتى تتخلص منها. نصيحتي ان تشترك في هذه القناه وتشاهد اكبر عدد ممكن من الفيديوهات، لسبب وجيه وهو انه في شيء اهم من اللي راح تستفيده من اي فيديو، الاهم انه شو راح يفوتك اذا ما بتشاهد، هذه القناه سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الاطعمه من ساعه ما تطلع من الارض الى ان تصل الى فمنا. ويعلمك علم التغذيه الا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام او ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد ان يدخل الى جسمك الى ان يصل الى الخليه وستعلمك ايضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى ان لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربتي الشخصيه ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحيه وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثه اشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانك الدكتور جيسون فانك من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code The Metis Code وObesity Code والدكتور جون يدكن من بريطانيا وهذا كتابه بيور وايت اند هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستج من امريكا اخصائي الغدد الصماء واستاذ طب الاطفال ومن رايي وبرايي الشخصي هذا الكتاب ميتابوليكال هو بالنسبه لي من اهم كتب الطب اللي يجب الاطلاع عليها من جميع الناس وان شاء الله راح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناه وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم هدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعله هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا منا وشارك هذه القناه وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك امره، لانك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقه او باخرى. اشكركم جدا على الحضور والمشاهده واشكر ايضا فريق العمل. بارك الله فيكم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.